بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قرة العين حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا سادة ويا سيدات في حلقة جديدة من برنامجكم البسيط في العرض والغني بإذن الله بكل فائدة خواطر رمضان في دقيقة أو أكثر. والحلقة اليوم رقم 12، والعنوان كما رأيتم سيماهم في وجوههم. لا شك أن عنوان اليوم جميل، لأنه أولا مستمد من آية قرآنية. يا سادة ويا سيدات، خلق الله فينا إحساس، وهذا الإحساس نستطيع من خلاله التمييز بين الناس وبين سماتهم وبين أخلاقهم. قد لا يمكننا التمييز أحيانا ولا يمكن أبدا بدقة، لكن هناك صفات سواء بالمحتوى أي بصفحاتكم الشخصية بعالم التواصل وكل ما ترسلونه من خلال صفحاتكم الشخصية بعالم التواصل ومن خلال كل ما ترسلونه، يمكن أن نميز في معادن الناس. أيضا حتى بأخلاق الناس بالعالم الحقيقي يمكن أن نميز أيضا في معادن الناس. طبعا بهذه المعاني نستطيع جميعا أن نعكس سماتنا وصورنا وأخلاقنا واعتقادنا واجتهادنا وتصحيحنا. فالخير فينا كما الشر، ولكن الفائز الحقيقي هو المستمر في الخير والمستمرة أيضا على الخير. ورمضان في الحقيقة هو أجمل وأكبر فرصة للتنافس، لأنكم تتنافسون في رمضان. لكن عندما يصيب أحدنا فتورا، تأكدوا أن هناك خلل بفهم الخير الحقيقي لديه. إن لم يكن لديك الرغبة لفعل الخير الأكثر برمضان تحديدا، سواء بعالمك الحقيقي أو الافتراضي، فاعلم أو أعلمي أنه يجب علينا التصحيح بأولوياتنا وفهم أهمية رمضان، طبعا لسلامتكم دنيا ودين، وواقعا أيضا بالعالم الحقيقي وبالعالم الافتراضي. كانت معكم إنسانة مسلمة عربية وموريتانية أصرية وإعلامية، وختاما صياما مقبولا بأخلاق مقبولة وإفطارا لذيذا لكم ولكل غيركم محتاج أو غنية.